او قادي ذا دي تولين نتي قادي ذا دي تسلولين سلام ربي ذا مقران في اللون اندى مثلام اكن مثلام ارقاز ثم طو تقشيش اقشيش ذي الزير نغذي الغربة مرحبا يسونا رنوفا ناب وساقين النوفا تجدي طما كيف ولام ذا النوفا غرد نسادي كل ثلاثة ان شاء الله اكد كل الحد نوفا ناغ نسمى ياس ثمو سنين ذا بريد من الايمان ثمو سنين ذا بريدك تساوينا الايمان ثمو سنين ذا بريدك سفوغنا ارتفاث ثمو سنين ذا بريد إدي تكسن العبد سيطلام ارتفاث نكونين أساقين إلا أكود ناغي كمثنا محمد ذنتا أكو دارا سقردش ذنتا أكو دارا نهضر باش نعرض يارنا أكود خنوي أذا أنفهم ذاشو إين بغا أدنيني نا ذاشو بغا أدنوي بجديد ذي نوفانا بوساقين ذي تزوارا أسينيغي محمد مرحبا يسك محمد العسلام عينك. السلام عليكم زول في الله عسلام عينك يا حميد. الله يسلمك. محمد نوفا نبوسكي نفذت ضا ساكين يتنبنا ونسى سيني برداني سمعنا نناداس الحد ذواسن ثلاثة نسمى ياس ثمو سنين ذا بريد الإيمان. نعم العلم طريق للإيمان. العلم طريق للإيمان. يعني العلم إنسان كون يركن زران محمد بلي الآية ثم زواروث يعني إي دي بوين سيدنا جبريل عليه السلام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلا وهي اقرأ قرأ. يعني محمد العلم ذاشو كسا الوزن ذي ثماش العبد العلم ذي الحاجة هم منك مثلا حميد الله سبحانه وتعالى يوصد في الله سطس الأمم مرثني سالي الله سبحانه وتعالى أثني سانس العلم أثني سانس يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات سل العلم يلين سمسنا يلين أمة بلا العلم وزمدارة سعاد الأمة وزمدارة سعاد لا سيفيزاسيون كما تنا حميد الله سبحانه وتعالى إن إخوة يرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق العلم وقديك سعان العلم الله سبحانه وتعالى في كيس القدرة بس تزرن بلي ولا قرب بيدي وسنة رسول صلى الله عليه وسلم الوحي كذا وانا ربي سبحانه وتعالى العلم يسعى الميزان ذم قرن ربي سبحانه وتعالى حميد يعني باش تصوض باش تفهم الله سبحانه وتعالى تفهم التوحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات العلم استلحق ذاك يعني فاعلم أنه لا إله إلا الله لا يستوي الأعمى ولا لا يستوي الأعمى والبصير ولا يستوي سما شغل ونكس عن الجهد ونكس عن العلم كما حميد العلم الحاجة ثم قرط باش تصوض ضمم باش تسند الله سبحانه وتعالى أكيني ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير لي طروا فاكتور دو لا كونيسونس يونيفرسال العلم انت ذا مزور سي حمد بارك الله فيك محمد بغيت كان يعني اكيد تسقسيغ نكوني تزريض محمد ما كيزران وكاع غادي توالين عقلنا غادي شهر يعني رمضان شهر يعني اكسان القيمه ثم قرات يعني غير الشهور ويظنين الشهر عند سلمن يعني فرحني سمار دياس عند سلمن يعني خدم ديكس اكثر الشهور يقادان يعني لو كان ذا هضرت في الله ساكين الشي طاح محمد واغدي نض المنفعه ينس واغدي نض شو قلا قنخدم شهر رمضان كيد نض سي حميد شهر عظيم الشهر يقص على نزل ربي سبحانه وتعالى ذم قران لان يفرض ربي ذقس الصيام الصيام كي لو كان نهضر في الفوائد ينس ونحبس راك ما تنحم الفوائد كارع من الانسان بذاته الفوائد كارع من لا فامي كي الانسان واش تلقى الانسان يسيدور لونتوراج ينس ثمناطينس ثامورتينس الامه باكملها الفوائد تحبس راك ورمضان كي الصيام كي شهر رمضان يفرطي ربك في الامم قعدان ماشي ميدوس الرسول صلى الله عليه وسلم ما من الامم ما من الرسل ميدوس سري ثلاث سن بنت صيام كيتسناك يا ايها الذين امنوا
كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اسمي رمضان كي توكثف في الله نغي توكثف في الامم قاعده الناس يا حميد. شهر رمضان عظيم، شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى. ذي الهدى مدن، ذي الحجارة فتحن وفريد مدن، ثافت مدن الناس يا حميد. نعم. ولن اتصل احاديثنا رسول صلى الله عليه وسلم أكيد عن ابي هريره رضي الله عنه يسد ذي الطبري وكي ان كان رسول صلى الله عليه وسلم قال صوموا تصحوا زومث اتسعم صحانو الى قتو زومث اتسل الغرون صحا. هذا غادي السياق كيما كيدنا كتشيني صوموا تصحوا. نعم. نكوني نسلك كاين لن مدني كيقال نعالج نفسك بالصيام. نعم. يعني ذا شو نجزمر بنادم ذا يعالج مانيس نغادي ذاوي مانيس رمضان امي الله كل ويانين رمضان غرصن تقيم ذي لاز رمضان غرصن تقيم ذي فاذ ونزرارا يعني عند الفوائد دينس الفوائد دينس زبراك دينس حميد بريمير مويا بوكو دو سونتر ثورا طاس لي سونتر ايكلان طاس ديت مناطينا كين دونيت ديال لا روسي ديال الامريكان ديال الالمان ديت مربع رافن تجد الوسيله يقرخصن مام لي بروفيسور مقارن قرن الوسيله يقرخصن لان تنفع بنادم لان دي بروفيسور دون تي دون تو لي دومانين يعني الدومان لا غاسترولوجي في لو سيستم ديجستيف حميد ثورا من بعد وكا نروح سيستم بار سيستم يعني وكذلك خدم ديال ليماتولوجي العلمي ذا من يعني لو سيستم ايمونيتير دكس يعني لو سيرفون بنادم ذا غن لو سيستم كارديو فاسكولار وكلي سيستم يكنسعى ديال الكره قلنا رمضان يسعى الفائده دكس مدنا داك الشيء لان دي سونتر مكيدنا لان دي سونتر توصين مدن باش هادو زمان لان ميخدم لي ريشيرش ني وفان تصل الفائده كل يوم ديال الدومان ينس تورا ما تفرض نفدوك مثلا حميد صلا فوتو ثم زواروت نبغى الصوره ثم زواروت تورا نزرك الكونترول ما توجد صوره ثم زواروت لا فوتو ثم زواروت هاني يعني عندنا وكي حميد لا فوتو ياكي ذاكي لي روشيرش تخدم ديك راه لونيفرسيتي ديال الماريكان لان تداوين لي مالاد نسنيك سعان لو بروبليم دي زارتيكيلاسيون لي زانفلاماسيون لي دولور في رمضان وفان طاش طاس لي ريزولتا وكاكي وكا ديك سعان يعني البروبليم ديال دي المفاصل انت المفاصل نعم. خاطر وكي تكنس لي زونتي انفلاماتوار لي زونتي التالجيك سما الدواء اللي كتكس الالم ولكن دواني تاكد المظهر الطاسي بنادم ما راه تصوت شاك فوا نعم. دونك افيك سي ريشيرش الناس ناو ندير فيك سمين ميثودولوجي باش تصمم لا دولور ني تاكس فهمت يا دير ريشيرش كي ماشي الحاجه ونزمير نطول ذي الحوايج كي لا دوزيام فوتو حميد لو كان نروحوا ل لا فوتو تي سناث وكي لا فوتو كي سفان دي ون اريت دخينن لي روشيرش خدم من ذا نطاس بنادم باش هذا يحبس الدخان تكنس تراث فهاد لا سيكاريتي الكترونيك فهمت طاس الحوايج ولكن ولاش الفائده لاني مومي بروبوزان باش هذا يوزم كان حميد هذا يوزم ثلاث ايام لانه كازيس نظام الصيام الطبي هذا يسوى حشاما حبس الدخان هنا تغا لازم اون انرجي انورم وكيد الفوائد كان ثقيل الفوائدين يعني ان الم المفاصل وناس على البروبليم التدخين ما وناس على البروبليم الشراب وناس على البروبليم لا دروغ يعني قوانت الحوايج كي تولى دي تمرث خاصه الحشيشه كي نكون نسقع ثفرات بس شهر قلنا رمضان سيتي اوكازيون باش مدن أدر نقر ونسن القفل أدر ونسي الدخان كي أدر ونسي الشرف كي أدر ونسي لي طرق كي سي حميد بارك الله فيك محمد بارك فيك لو كان المقل يعني العبد يعني لو كور يما يعني رمضان كي باسكو رسول الله صلى الله عليه وسلم يهضر باللي صومو تصحو يعني اوزامث تصحي يعني عيني دينا نتسى يعني ولاش فيه كلام يعني سينظ هضرن مثلا نقارن دمي رمضان الها الجهاز
الهضم يعني يهضر لي سيستم ديجيستيف يهضر يعني في لو كورير كل اللي محمل تلقى نولي لا فوتو نيميرو 4 لو كان هذا تاع لا فوتو نظن لا نيميرو 4 اذا كان سواد لو سيستم ديجيستيف حميد عندنا نولي لي زانتيستا وكي لو غران تيستيم مقارن لكولوم قرناكي لكولوم وكي لي زانتيستا ولي ستومات تن سفلى بوسميث الكولون يساون الماكلة ما راتش اربنا ما راتش مسكقوم موش تفدو الخدمة حاشا ما تلحق وكسر لي ستوما لي زانتيستان ايماجيني كتشيني 24 اور لي ستوما اللي كتخدم 24 اور تحبس ولا شوكلاري ثم مام لي زوطر سيستم الاجهزة ذي بنادم الفون تيترامبليكي هذيك شمت هذ خدمت ما يستعفوا الجهاز الهضمي كينا لو سيستم ديجيستيف تستعفون انت ماشين انت يا ذي بنادم لي راين كتستعفون لا سيركيلاسيون دي سون كتخدم الخدمه تايض الجهاز البولي هذا يخدم مكرمكم الهضان الجهاز تايض دونك ايماجينيك مثلا حميد سيرتو وقد قال لنا سعان لا غاستريت سعان لو بروبليم دو كولون سما قال سيدي طوب البول سندروم سما الكولون نيك لي زانتيساس نطفض او ايريتي سعان لانفلاماسيون توحرق انا كني وفند باللي شهر رمضان مر يحبس الجهاز الهضمي الخدمه ينس اتنقص لاسيديتي لاسيدني سبحان الله تي داخل لي ستوما تنقص الجهه النات حلو ف لي جون دون دومين لا سبيسياليتي غاسترونتورولوجي نا لي سيستيم لي سبيسياليست يمسناو السيستيم ديجيستيف قارني مد نوزومس لانه قد مريع الدير رمضان قارنا سنصيام طبيا سون حاشا من نعم. لانه قد يتسنارو كمان توزامينا راه زامن حلنا قمتنا حميد ماشي ديوت اللي حاله وقد ساعة باغ اكزومبل النفخر دخلو عبوضيس ناغي ساعة دي زانفلاماسيون لي زانتيستان اون انفلاماسيون نيفو لي ستومينيس لانفلاماسيون نيفو الكولون وطاس طاس المدن ثورة سوالنا في الهلكة ديال الكولون فاهم فالصيام د الحاجة قال هاني هنا سي حميد تلقاو اوتوماتيكمون بعد ما شاور الطبيب دائما الطبيب نترك ديك التسريح وحنا الحمد لله تيمورنا طبنا دين سلمن سلمن كل حوايجك رمضان محمد تورا لن وقد قال لك بار اكزومبل هذه لك السكر يزمر هذه يزوم وني قال لك السكر ويقي ويقي دنوري لا فوتو نيميرو 5 ويقي وقد تقسين قلت انا الصوره 5 ثقي ستة حميد خمسة هذه ستة خمسة إن شاء الله ثقي في خمسة كي لا فوتو سانكا كي في داء السكري في نعم. السكر نعم ما ماشي تاكي على كل حال معليش نسر سدا نديك لنا سميت أكيد أن لي زاباري ما كتقولش السكر مي تهضر في الداء السكري وقد دايما تستبعد الطبيب ينك الا خاص تبعد تسمى لو دكتور انت راك دي فيك النصيحه ناتوزومض ناتوزومضر لان وقد توزوم منا حميد تسمى وقد ني تسمى كاتن لي كاشي وقد ني معليش تسمى الطبيب تسريح الطبيب يزمر هذا يوزم رمضان تعاون مليح مليح هسي كيليبري السكر ينص وينك سعنا السكر ايكيليبري وسعر السكر ايكيليبري يتسك الانسولين وين لقى تسريح الطبيب لا بلو بار توزن مرة خاطر الانسولين ينسن السكر ولاش طاس الانسولين السكر يزمر هذا يصب اثني سالك فدائما ويقيك ساعه الديابات الى قد ولي طبيب نسن طبيب نسن راسني في كنت سلاح ولكن تقرا في خلال الحالات نعم عندما دنو تسكن رانا انسولين يزمر ديوزام السكر ينسات يقيس اوتوماتيكمون رمضان تيعاود باش هذه ستابيليزي لا غليسيمينس ما شاء الله لا 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 فوتو قد نتواليا قمتنا حميد الفايده من رمضان اي قد يقس عن البروبليم التنفس قد يقس عن لابرونشيت كرونيك وقد يقس عن اللازم دي ريشيرش دي زونيفرسيتي ديال سان بيترسبورغ الجيل 18 الروس دي زونيفرسيتي دان ديال المان خدم ندير ريشيرش اف دي زاسماتيك
الرنت ان خاطر ويجي ناك يا دي دي انستيتيو نا دي سبيسياليزي سا لي ديبارتمون خدمن التجارب فويكي سا الهلاكات خدمنا في كيك سا لازم الرنت نضوز من حميد لا كاباسيتي ريسبيراتوار مك نوالت نفسن تولي مليح مليح تجي مي بدا رمضان مي بدا نتوزو من نعم تحسن مليح ف ذا كيك دفكا امك الصيام يسعى القدره باش يعاون الجهاز التنفسي البنادم باش يدير ريسبيري مليح. نعم. النحر النحر سبعة. لا 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 فوتو تي سبعة كما تنا حميد تورين سيلول كونسيروز لا سيلول إكلانارا نورمال لا سيلول إكهلكن الخلية إكهلكن دونك أمك رمضان نا الصيام يزمرك يعاون باش تلحق دار الهلاك يا حميد. ثورا مراد نهضر هكا قلت نقرر باللي شهر الصيام ما كيداوي ديريكتومون الكونسير ناشوت ولكن سي اون بريفونسيون الله سبحانه وتعالى في كان هاد خير الحوايج في كان هاد الشهر الصيام هاكي باش الكون بنادم ما يستعفو باش الكون بنادم ما تدكشم الفايده. الرسول صلى الله عليه وسلم عن ابي هريره رضي الله عنه انك صوم وتصحوا اتزمض باش توغل الصحه اخطر الصيام هاكي ادي فرزوك لي بوازوني ادي فرزوك لكني قلنا داخل الخليه ماشي حاجه ادي روحها من الخليه ادي السفه وكل لي توكسينيس نقارنا حميد اثني دي السفه دونك لا سيلول اللي ما تزديك ادي فوق اللي وسخنا حميد لا سيلول اللي تهل كاره لا سيلول اللي وتكتماره باش تغال كونسيروز ومن بعد تسلسقه لي سيلول تياض ومن بعد بنادم ادي يسعوا الكونسير فالله سبحانه وتعالى الصيام قد يفكا العبادات قد يفكا ماشي كي كان ذي الفائده البنادم الفائده الصحيه والفائده النفسيه سي حميد ويا دير ريشيرش الحاجه كي كهضر كل يا دير ريشيرش كي كدنا ماشي ديوت الحاجه لو كان نهضر والله ما نحبس سي حميد ذا كيم كي كدنا لا سولي سيست 8 كذا انا نولي لا فوتو 8 حميد كنشوفوا الصوره 8 من فضلكم شكرا وكي ورند لي توكسين الوسخه كي قلنا يقلحون كذا من الناس يا حميد ان ياك ما راه تزمض هذه اللي كان الميكانيزم ذي الجسد للانسان راه يعاون باش هذه السفه وكل لي توكسين كي باش لا سيركيلاسيون اذا منين كتجي جهد تلحو مليح الوسخه وكدي فا ذكس يوم مطون كرمك الله وكي زمان دي فا سي تي دي نادي فا سي البوله كرمك خطر ما تحفص الشجارة خطر الى قنول الماكله رانت حميده خطر ان شاء الله تعالى سلحد دي سي وين راه غادي يهضرن في الماكله ذي البوازون قلنا ندكس ماشي تشكان ثورا نكوني نتش الماكله الى قن فيها ماشي قلنا ندير الماكله هي إيه نعم هي الفريرا دي كلز الطاس الوسخي قلنا ندكس نعم دونك الوسخه كي ما يقيم ذي البدن النغ اثناء غيسهلك هذا يسهلك وكل الاجهزه فالصيام يتعاون باش هذه السفه الوسخه كيس الجسد نساعد الحجامه كما تنا حميد الوسيله من الوسائل اللي يخرجوك السموم كيس الجسد فهذاك باش نبين ضغن باللي الصوم شهر رمضان ضغن وسيله من الوسائل اللي يخرج السموم من الجسد هذه السفه الوسخ سي الكورن بنادم. بارك الله فيك. دون جينيرال كاكي على خير الحالات يعني اللي سيستم نروح للحاله لو كنا نهضرها في الحاله النفسيه اللعب ذي رمضان هذا دلو على الحاله النفسيه سي حميد لو كنا نحر الصوره رقم 9 من فضلك ذاك تورين كلام بنادم يتخمم من يتقلق ذاك يا حميد رمضان شهر رمضان عندي دي شرع الله سبحانه وتعالى فيه صيام الانسان سي اون اوكازيون باش ما يسعى القلق ما يسعى الغضب ما يسعى الارق ما يسعوك لي زيموسيون نيجاتيف ني الحاجه اللي تيقلقنوك لي الحاجه اللي تيقلقن المخ فذي رمضان ذا الشهر انا في جن يتوهدن ذا الشهر انا سيفكن الهدى سي العبادات قراءه القران بنادم ما يتهدن ما اللي يسعى الغضب الغضب الرسول صلى الله عليه وسلم في الناس لا تغضب لا تغضب لا تغضب ثلاثه فردان لان الغضب يسهلك بنادم يزمرك دي في كلاكريز كاردياك يزمرك دي في ان اكسيدون فاسكولير سيريبرال سي زعف فدائما الرسول صلى الله عليه وسلم
يتوصي بنادم باش وك غضباره باش وك حزناره باش ودي الصغليره الهمه فيما نسيناك ولا تهينوا ولا تحزنوا ورسول سنك انك ضغن لا تغضب. فشهر رمضان ذا الشهر اللي تسوين الهدى ذا الشهر اللي تسوين الايمان سن بنادم فميرنا الايمان بنادم اسي يروح القلق اسي يروح الغضب اسي يروح كل ستريس لي زونكسيتي نيجاتيف لي زيموسيون نيجاتيف هذه وغال ما شاء الله بنادم. نروح ليماج 10 داكي حميد سيتي فوتو يدخل من نجمة نغ ذي المعهد قرنس هارت ماث انستيتيوت يعني المعهد بول ويجي خد من سين لي زيكيب يوث ليكيب دون دومين ميديكال يوث دون دومين الكترونيك اني كنطف بنادم نبود لي زاباري بس اد نقيس لينيرجيا كي بول يدي فان حاشا قول ماشي حاشا كل كورن بنادم حاشا بول وفل باللي لينيرجي كي دي تصفانا كماتنا حميد في الديباسي كل تلقي الكور دي تصفان هنا كي قرناس الكترو ماغنيتيك فيلد تسمى شغل الكهرو مغناطيسي اللي ليك لو شون الكترو ماغنيتيك دي تصفغن سي سقول ويجي غير كيني نسعى المخ قول باسكو إليا 40,000 سيلين نيرفوز يقلن داخل بول ويجي مارث غرض القرآن مارث خدمة العبادة إنك تقوين أكد في كل شون ممتون ترونسمات دي سينيو إلكتريك كيران لي سينيو كلير داخل إذا من داخل لو سيرفو وقيد البحث مقرن نزمري إن شاء الله تعالى مارن نرتغي ميثايضة دمسلس فلس ديفلوبي فوقدي فين شهر رمضان امكي زمرك ديفك الطاقه ثورا نولي داغن مم ليماج نيميرو 12 نيميرو 11 داغن حميد امك الانسان ماشي دي ضعف دي رمضان ادي جهد دي رمضان نوصل من الناحيه البدنيه ومن الناحيه سما الطاقه الانسان اكيني ومن لم يجعل الله له نور فما له من نور. الله سبحانه وتعالى خاصة دي شهر رمضان أذي قوي لينيرجي نس أتقوي النور نس فالنور إن شاء الله نسال دي في لينيرجي داغن سورة 11 نفلكم لكن بيد برك سورة 11 نتكشمي ذانيك لينيرجي بنادم أمك الإنسان ماتي اللي طاقة أغير غورس وقيس يديرو شرش حميد ناكا فيك دي 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 زاباراي كاكي أخقيس نزمنا دولي لينيرجي كي دي تصفا ناكا كي سيكيك ناس سيليسون دونك سيتي لينيرجي كي إكزيست لا سورسي نص دا الروح بنادم فاهم دونك شاك فوا الروح كي مثاليس الإيمان مثاليس العبادات مثاليس زاليت أتسوالي تاكي تنورة في العبد إنك زمرة تسقيصد ف ويجي ذي الحوايج كاع ان شاء الله رد نفقلنا ذي الحلقات رد يتسنى مثلا حميد نروح ليماج 13 وكي نسرس لا باريكي تقيس نسيس لا طونسيون ولكن المعنى لنا باش نهضر في الكوليسترول في الكوليسترول الكوليسترول كي ذوينا شغل ما كيسقارن تسم ثنين زياده قال لنا ندخل اذا منا حميد ثنا الصيام ينقيت شهر رمضان سي اون اوكازيون سي بور سا الانسان الا قضيتش سلع اعتدال سيرتو دي رمضان وتكثير الطاس وكسمانا كي وزادا كي توسا ف فغي هاك دينيغ بلي اشو كنقن الكوليسترول لحميد صح لا الدواوي تا كن دواوي ولكن سما افريدي عدل انا افريدي الهان هو الصوم الانسان اذي يوزم صومو تصحو اتحلو ذا تزمض اتحلو دي انا اتغالص القوينك فانت راك يكسن الكوليسترول فالرسول صلى الله عليه وسلم يسد تصل احد اذا مثلا ان دار تزمض ثلاثه فردان دي شهر ان دار تزمض اثنين الخميس فكيك دي في كلاب بالونس الكورينك اتكسدوك الكوليسترول لاكي خط الكوليسترول لاكي يزما راك غادي يخدم خير لي ديبو كي بوشي كل زوراني نيك دو كيدي تاكن لي زاكسيدون فاسكولير فاسكولير و كيدي تاكن لا كريز كاردياك كي بوشي ازارر داخل باش الحناري ذا من فالانسان الصوم ذي الحاجه كرخصن وتخلص ظرف لا سيدي من اتوزام مضى تحلوط. بارك الله فيك محمد هذه السمحة يبض الوقت يعني يفدي مشطوح وقادي اذا غادي تولي انت قادي اذا غادي تولي هذا وديني قيمة اذنا غنروح كان سيفدي ثا مشطوح ودنو غالغور ومازال الحصايقين ناخذ تكمل.
ثكل تسنات مس الخير في اللون الزول في اللون او قادي ضادي تمقولا او قادي ضادي توالين سحري شاقينا احري شوي السين النوفا ومن سما ثمو سنين ذا بريد من الايمان الساقين يد نهدر في رمضان ويد نهدر في فوائد رمضان لكل حال مثلا محمد في كيناد الفوائد رمضان يعني غروسو مودو نغماد نيون جينيرال مي باذن الله ان نروح غرسن سلاقل سلاقل سيون سيون باش نعرض نفهم كودون يعني الفايده ثم قرات اكسا رمضان اد نغار لك مثلا محمد تكلتي سنه سنة مرحبا بك محمد السلام عليكم السلام عليك سي حميد نكوني نفذد في فوائد رمضان ولكن اذا ما ناض الفاصل غنحبس ماذا بيا لو كان نكمل ود نهضر في تجديد الخلايا وكي نولي يعني لفوطوح حميد 14 الصورة 14 من فضلك وكي سيدي روشيرش يتخدم من وفند بنادم ما راه يوزم كمتنا حميد لي سيلي لي نس سي رونوفال اي غير باسكو اتولي عند هادي لي طري بون ميكانيزم ناك لي توكسين اللي نال وسخنا دي فوق لي سي لا سيلول سني لحقن بنادم ناك بنادم وتوم غرارات وديت فنرا مقارتمتم فاهم سلي في العبادات يوم مطون سلي في الصيام اتضم الضوك اللي لو سخن دي الناس الكوري نك من منك دفان مشطوح ضمم قادومي خطرت والله العظيم خدم منك كديرو شيرش تسقلي فينا شو اللي مويا ارى بنادم دي فاغ دي تفانا راه مقراك قادوميس وفند باللي الصيام سي تا مويا طري زيفيكاس دي الحاجة جهدن تخدم الإنسان أدي فان مشطوح قادوميس سما شغل دي تفانا راه مقراك قادوميس الصيام كي تعاون نون سالمون صيام خاطر الصيام يمكن نهدا دناك متنا حميد يتاكد الإنرجيا كي والإنرجيا كي العبادة مارا ثرنو ادفان ذي من ورد ادفان ذمم مشطوح ضيغر بارسكو لا سيلولي نيك وتم تثارة تمتم وتغالرة تمغار تمتم تفكيد الطاقة شاك سيلول نا كل خلية ذي الإنسان تسعى الطاقة تسعى الانيرجي وقيد البحث مقارن دغان دون لي روشاشاكي دونك مرض خمض الطريقة كي باش تجضي مانيك جون باش تجضي مانيك سمات جهد ذا سميت سالعبادات والصيام كي نمك سيت اون فورميل رخيصه وتخلي صدر الطاسي ديري من حميد يرنا باطل سبحان الله باطل اي وين في الجهاز المناعة ادنو غال لو سيستم ايمونيتير لو سيستم ايمونيتير مو مقارن جهاز المناعه صوره 15 من فضلك وقي ذ الخلايا سعاد الجسد النغ نهني ذ العسكر الاورغانيزم النغ ذ العسكر كمتنا حميد النوح الله فوتو 15 امكي كدني هذا العسكر وكيك تعسن بنادم ماكش مد الميكروب لا بكتيري لو فيروس لو شامبينيون اديك شمر بنادم انت ثرى يا طاكين والخلايا ماشي تحاش هذه سي دي زيكيب كل تجمعت ساعة دوري نص ديال الاورغانيزم كي ام كي راه دافع دونك ام كي راه نفهمك مثلا الصيام il va renforcer le système immunitaire. Mais ce n'est pas le mec là, c'est Hamid. Mais ce n'est pas le mec là, à ce que modernement, quand بعد الفطور الى قد سن تسن الماكله راه تصد سيرتو نكوني الرسول صلى الله عليه وسلم يوصايا لنا باش مرات اللي الفطور انك تشد التمر التمر راه كيد الحاجه مقرره كمتنا حميد لي مينيرو كسعار داخل السكر ينس ماشي من السكر ويض سمالي فاسيل مواسمي لي امكي دي تاخد الانرجي بنادم لو سيستيم ايمونيتير ما راس نقصد في الناس الخدمه الماكله كي ران تشت ديك الساطاس السموم ديك الساطاس لي بوازون حب يقول نقصد الخدمه لو سيستيم ايمونيتير نيك لو سيستيم ايمونيتير نيك هذه جهد دو فيرا ميزور دونك الصيام وسيله من الوسائل لتقويه جهاز المناعه دونك الصيام ذا فريد باش الجنود كي يقلان تحارفن في الانسان داخل لو سيستيم اذا من الناس ذ الوسيله باش اذي يقول جهاز كي باش اذي لي يجهد مليح مليح سي حمد بارك الله فيك محمد ادو غالا غورك نسعى كان يمثنا ابو عبد الحق اثنا كوذنا سينيغ مرحبا يسك عسلامينك ابو عبد الحق بارك الله فيك صحيح اخويا حميد
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. ذي تزورا هذاك دينيغ الصحة رمضانيك أبو عبد الحق ذي ربي رمضان أدي وين لهنا الصحة الأمة المسلمة ما كنت الذي الجزائر نغبرا في الجزائر. أبو عبد الحق نكيني أخويا حميد أبو عبد الحق نكيني ساكين كوك ديك ما محمد داكين يدنا هدرها في رمضان ويدنا هدرها في الفوائد ديك صار رمضان ويدنا هدرها في الفوائد يعني البدنية والفوائد يعني كسا نفسية يعني لو كانت زمر ضغط في اللمحة لو كانت اللي تمشطوحتها في رمضان وكل الفوائد أبو عبد الحق. بارك الله فيك أخويا حميد. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه. وصحة رمضانكم يا كلي وصحة فطوركم إن شاء الله. صحة فطور. وليد أنا جماعة حميد قبل بس ما بيف دي سوجي ما اسمح لي كريم سينا كجي على عجالة. نعم. إنك يا أخويا محمد كلينا فنان بيش نقول بلي أول آية للقرآن الكريم تنزل اقرأ قوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. ولكن بلك أي نظر نرى الغاشي نظر كل بعض النظر باللي سورة السنة تنزل في القرآن الكريم فجي سورة العلق تمزواره سورة السنة تنزل في القرآن الكريم قوله تعالى نون والقلم وما يسطرون نون والقلم وما يسطرون بجي اقرأ بجي نون والقلم وما يسطرون القراءة والكتابة أدى وقت تحصل العلم سيدي مويا بورا كيرير لصفوار وليكتور اي لكريتور بشد نوالي باللين الدين النار ودي بويارا من الجن ودي بويارا ميلا ينسل من on est à la train de démarcher parce que je ne dis pas un jour que subhanahu wa ta'ala un jour le prophète صلى الله عليه وسلم من جل القران الكريم شي بيرسون على train de démarcher وانت ملك الجميل باللغه العربيه النغم كملتها وليد اخويا حميد يعني العلماء المنصفين العلماء المنصفين من الغرب وقضيت لما وين كني اين ديننا انا العلماء الاسلام ودنا ولا آية إن شاء الله قبل باش تفهم من الغاشي. نعم. قال ربي بالقرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أو فو كي أذكري أو فو ذا بريسكري للجان كما لا بريسكري أبو بريسيسور فتاتر سوريه فو بيو لا بيتي. ولذا الصيام لو كان ابن ولي يعني بعض الأمور بركة كنت في الصيام. نعم. قال نيكولاي بالوي من موسكو إلى يوم العالم نغاروسي أسهم يكتب التكتب أشو سيكتب أشو سيكتب التتر تكتب تينس الجوع من أجل الصحة الجوع من أجل الصحة الله بشكل يصحى الإنسان الله بشكل يصحى الإنسان يصبح الناس يكتب تينس إنك باللي المكلمات اللي شوية ما تروح على الصومة ما تروح يعني سفر من النار إن يك أبي قل ويشيلي على الضغط من نواعد بوضع في دمارهم ولذا يك أبي تنظم التنفس تنفس يتنفس الإنسان لكن يلاق الحال ومن بعد إن يك أبي خدم سراحة أكثر خاطر إن يك ميم دمار من النار ميم الرئتين ميم يعني دمار من النار هذا نشبه لكن يلاق الحال أن نشبه لكن يلاق الحال ولذا ينفني أن يقل العب يقول لنا فول ولي خاطر يسعى العب أول أول ما يلزل مثلنا كفاتات أي ما خاطر أول الإنسان أريد تنيزا من الجهاز الهرمي أكا ولذا ما يلي إنه شكرير في المكلة بل شريلنا بيلي قلة العب على القلب وبالتالي تحكم ضربتنا القلب تيزي وإن القلب ذوالا شوية كان ولذا بشكني ميلي قلمت أين ضربتني من القلب أخويا حامد هذه الإنسان للصحة تمقرا وقلبني مقصد من علماء الصحة الأمريكيين السموم الأغنية تجتمع في الجسم السموم المكلة الجنسية الكلي النجماعة الكلي في الجسم لنا إن الكتر أنت حاشا الصيام حاشا ولا يضمن حاشا ولا يضمن واش نروح الأمور ديني السموم ديني إن ميشن
انجلو يديني يسعد فرن 60 سنه وانت صحه مليح ما باش باش نسر من صحه يدي صحه مليح يناس يناس تفرجوا مع شي الوقت الوقت تفرجوا مع دي فوا افون روما والعجيب دوك واش تجينا شو تقرا من العلماء النظام براني تجيني يقار واذا قال غادي يوزم الانسان أكبر من 30 يوم سبحان الله الله أكبر سبحان أكبر من 30 يوم إلى قرر أن يظلم الإنسان أيضا خطر أنك تقول يظلم الإنسان أكثر من 30 يوم إن تجيب الخاطر خاطرة الجسم الناس والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن صيام الوصال نهى عن صيام الوصال خاطر من جسل عليه وسلم أنت النبي أنت الرسول انت من يسني الصحابة وخدمتها من كيني خطر من كيني ربي يشتعين ربي يسوين ينسو تظلم ثلاث سيام الوطن نزيف عليه الصلاة والسلام ينظم الساكي يزكى بجد قسام أسلى زكاين ثلاث أيام بجد قسام يرنو يفترر ولكن النبي عليه الصلاة والسلام رسول مؤيد بالوحي مؤيد من قبل الله سبحانه عز وجل أما نقولي إنك النبي عليه الصلاة والسلام وتظلم ثلاث سيام الوطن صيام الوصال باللي الانسان وابي تظن كان يشتراها ولذا سبحان الله العلماء قالوا 30 يوم واذا قال غتكمل ولذا يمكن شرعي من اي سنن الله 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 على شهر رمضان الذي انزل فيه القران شهر رمضان نكني ما ندري في رمضان شهرين ما شهر قبل الغشي تفاف العقل اثن يساد الله اثن يساد شهر الله اثن يساد والله الذي لا اله غيره قالوا كان ويرنا وجيد يعني تيغريا نخدم غير كل خاطرين القبائل يجي كل عالم يجي كل ابو احنا نخدم الدراسه فوائد الصيام اقسم بالله العلي العظيم ابو انا الحام من المال ديال رمضان من المال ديال رمضان ولذا ني فوفير دي روشار فوفير دي روشار نكني نوغال نوغال مهزومين ثقافيا مهزومين عقائديا نكني نتابع حاجه كان الغرب نتابع 10 ديال سنسل بحركنا للعيب بالعرف اللي انا كنت ندير نشرمل ابو عبد الحق ابو عبد الحق لو كان ندير نعم نعم كنت يبغى لي استنفع فيا من يا خويا حميد وقبل ادي رمضان وقبل ادي شهر رمضان ادي يوزون سولي صافي يوزون في المخيل ماشي سوا عبو باش كان راه يوزون اديني كيني دين سلم من كيني من امه الحبيب صلى الله عليه وسلم من امه النبي صلى الله عليه وسلم يفرض ربي في اللي صيام وصيام ما يفرض ربي في اللي ماشي 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 يعني بضرينو كونترير بالخيرينو با اذا قد خدم الى قادر في النزوات الى قادر في كل كل الامور اكمل فهم من الغاشي فائده فوائد الصيام وزميرات ابنيني يا خويا حميد خاطر ماشي ذكر انا محصور ان شاء الله ماشي ذكر هذا خويا حميد يعني شوف غادي ان شاء الله ماجور ان شاء الله ابو عبد الحق كان ذاك دينيغ ذا شو ذا غي جان نكوني ذرو يعني الأمة المسلمة نتساقوا هذا رمضان ما كيدرنا ذكتيني ما ردي هذا رمضان نقارا الساهن يبوض شهر لاز يبوض كذا يبوض كذا ذا شو ذا غير جنال من بضر المرحلة هاي ايه شو غير جنال من بضر المرحلة هاي يا أخويا حميد شي كان كوني الحكام النهاية تمورا بعرا تمورا الدين سلمان تمورا بعرا تمورا الدين سلمان يركلي يكا الأكثرية منهم إلا من رحم ربك حاشا وين يعني يرحم ربي سبحانه عز وجل اقسم بالله العلي العظيم قال الحكام جي والله مريا في النول انا بقرا عندي يوزب الى جنات جنات عندي اسم قرن دورا ديال كوريني الى تيوزا ولذا شي فرصه لا شوخ من الى قار الاسلام ديفان والى قار الاسلام الغاشي الغران والى قار اي غار خطر ما يفاد الاسلام مهن شاينا راه كان نسل اي غار خطر ولاش الحاكم المسلم ولاش الحاكم اللي قارن لا اله الا الله محمد رسول الله في الحق والتحقيق اما الحكام ما قلت لي في الدنيا والله ما رياض الاكثر الاكثر يبيسن داخل الولايه تاع سميره تيوزا حاولنا انا احكم من الشعوب احكم من الشعوب احكم من الشعوب ولذا كني ما الا إلا نكني الأنظمة يجي لك بروحا إلا الأنظمة يجي لك بنظام إسلامي نظام إلهي نظام نوراني نظام ريح من سلحة نور نظام ريح من سوين دين ربي أكوين دين النبي صلى الله عليه وسلم بشكل معجزا أنه غالا نصوغن أنه غالا بكل شطير ماشي حاجة دي بكل شميلي خير أمة أخرج للناس نعم
قمتنا قمتنا ابو محمد، السلام عليكم اقما رمضان سعيد ان شاء الله. كل عام انتم بخير، بارك الله فيك فولقينك. ان شاء الله نكون مكدين قمتنا حميد كل ثلاثة ذي الحد، خاصة شهر رمضان اكي، وان شاء الله بعد رمضان بالك تنخدم من فوا بار سومان اد نسوي الموضوع هكا التيتر ايفان البروغرام العلم طريق للايمان. الحاجة العلم كاين ولي ان شاء الله ذي القران ذي السنه الحوايج قد هذا الله سبحانه وتعالى في اللسن، فان شاء الله ما سعى ما كثر لي كونتاكت شاك فوا د نسوي ونك ان شاء الله غادي نور ومام طون فابارتيسيبي باش هاد نسفين سما الحوايج كي قلنا ندي كتاب الله سبحانه وتعالى ان شاء الله. اخويا محمد ولي اخويا محمد لو كان انا نهضر في الاعجاز العلمي ديال القران الكريم لا سبيسيون تي ديك من القران الكريم عبان كفويارا والكفويارا والكفويارا في لا يوت القضيه تشوت تشي دني غير مولا شوغي اللي فايت سمحت معليش عبان فو سافوار كو من لي زانيمو تو رومين من لي زانيمو لي زو الناس الدوسي تو رومين الطب تو رومين اساس لي زانيمو لي تو رومين شحال تغيمان تغيمان استوى بوروس تمارا استوى قول الحيوانات تظلم اخويا محمد فضلا الحيوانات يظلم ويا الناموس اللي ربي في الناس ولكن جبلنا يجعلي في ربك الديني بشكلي ادي يغان ادي وانا بيجدد وما ربش فغان سي الصيام ني نسن ابن سوان الصحان امي زرمان تظلم ام الدب اللي تظلم الدب القطبي ابن يمتنعان عن الطعام والشراب 6 شهور تقريبا تاي الجور من السنارة والسنارة من مرض فرنسينا جد بنير كل جسم نسن الغان قوان سربك من لنزي نكني أن كل شيء الصيام أن كل شيء القرآن الكريم وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا سرني ما شاء الله يعني أجلس إن شاء الله تعالى الوقت أن دي مهضرة في الإعجاز العلمي نوم للصورة من دي ينزل لا اي اثنين ان شاء الله عن الصيام هذا نهضر في الناس باذن الله تعالى اخويا محمد. ابو عبد الله بغى هذاك ابو عبد الحق سمحي بغى كان هذاك ديني نكوني بيسك نسى انا ثاكين المشكل لاكين يعني المساجد ما راهمش يأديوا الرساله يعني اقلقنا تفكني المواطن يعني اي غرانش تاكين. اي غرانش ما نكوني الانظمه قارك بلي تشيس الدين لا لا تشيس الدين لا لا ومن بعد نهني ورني هني تشيس المساجد ورني ثني تشيس خدم السياسه ديال المساجد انا كي عاد امير كلي الفوطا كي عاد الامور كي عاد الخطوط اللي تمر في النار المسجد يوغال المنبر وشو السياسه ولكن يدمش قارن السياسه الجزائر والجزائر تشيسين الاسلام الجزائر الاسلام السياسي وليد انا كنت ادنى هذا ادنى قارن لا المساجد المساجد كشفت سياسة المسجد فكاسمي الغاشي اين بغان درستنا اين اين بغان الغاشي وليد اجمع عزيزا نكون المساجد مع اقناع الشعب في واد والمسجد في واد واحد اخر ولا شونات الدين الوظيفين ساكني لك الحال ايضا خطر ليلة المسجد الى عد الدور ساكني لك الحال هذا خطر على النظام خاطر خاطر كبير على النظام وليد قبلنا لا سوا اشتاقين اخويا حميد وليد شاد قارن اتظل راس الصبح وراح تخم ومن بعد تداوين المشايخ المشايخ ومن بعد لما تقرا زبرك يداوي ابي تساوي العربيه الفصحى جو سوي با كونتر العرب العربيه الفصحى خاطر تعرف لغه القران الكريم ولكن كوني خاصه بلديه مرض الناس هذ القبائل خدمه سن الدروس الدارجه اوي بالدروس انا فهم من الغاشي خدمة بين الناس المادة وتكميل أقل حال سلي زيماج الصورة كلش أكني أدي فهم الشعب وديو خدمنا رانا أخويا حميد أي غير خطر وديو وقدرنا في كرسي ننسن وقدرنا في ما ننسن أخويا حميد وقدر يفهم الشعب تصلح وينك. بارك الله فيك أبو عبد الحق. بغيت كان هذاك ديني غير دون دو مينوت ما إلا سير يعني أن أبيل تساديد إيوث مثلنا غادي الجزائر أكد ويكا ذي قلان ذي ثموران قنس من سوماسا أفصيام أخويا حميد أفصيام نعم نعم لكن أشارك من أساس نينيا نداء من الله نداء ذا شيء ولد رباه بسوال
يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، سل الإيمان نداء شريف، يا أيها الذين آمنوا. إن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ندم رديني ربي يا أيها الذين آمنوا إلى قد شكتم زوتي مليح مليح مليح، أكنت صلوب النداء، أكنت صلوب شكت مغادين يا ربي سبحانه عز وجل. لو كنت قبل لك دي اليوم أخويا حميد يا لا تدور الغورس، لو كان ديني أخويا محمد يا لا تدور الغورس، أنا عن أخويا ما شد حواجر. ولذا أي إنسان في الكون إلى قد سل أول ديني يا أيها الذين آمنوا، أنعم يا ربي نكيني المؤمن يا ربي، نكيني الأمة النبي صلى الله عليه وسلم، أنعم يا رب، شو تبغي صوري يا ربي؟ كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فرضات في اللون الصيام، أكني تفرضات في قلق عدان، ولكني تفرضات في قلق عدان، باش أكني ويتفسر الإنسان بالله ربي سبحانه زوجي فرض كان صيام يجي في الله عن كلين، لا ليفرضيه دوك في الأمم قعدان، هم بعدي وشو لعلكم لعلكم تتقون. أيام معدودات سبحان الله، أيام معدودات، أقلا نوزان نوزان أقلا سجد وسط الأيام، أزكى كانت من أزكى العيد، يا يربح وين يزمن، أي الفرحة وين يزمن، أي الفرحة وين يظفرنا وشبح النبي صلى الله عليه وسلم، أي الفرحة وينك نقعد بنت يزان، يا الخسارة وينك نخزم نارا، أي مسكين محروم 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 يا عباد الله. ولذا لقد نتبع ربي سبحانه عز وجل نداء إلهي نداء رباني بشكني نزول، ولذا لقد أنخذن يكين الدين ربي سبحانه عز وجل. وفي القرآن الكريم الناس لن تعود من النداء يا أيها الذين آمنوا إلى قد نفكتم الزر بشكني نطبق أين غدفك أين غدنا ربي سبحانه عز وجل. ولذا أقضينا من أذين دم الإنسان حيث لا ينفع الندم، حيث لا ينفع الندم، يوم يقول الإنسان يا يوم يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، أسمى ما رين دم الإنسان ويرنم تنفع الندم. ولذا ما دخل ما في رين العالم الإسلامي باش نظن صيام إقبغى ربي، صيام إقبغى النبي صلى الله عليه وسلم، صيام إقلاقا من الأمة الإسلامية، صيام إجلهان، صيام إجسان شروط إنشار كلي، ماشي صيام ديني. وكذلك وجدنا آباءنا يفعلون، نفد عبادنا تظلمنا نظلم، نفد قرن الحاجة نظلم تأذنين الحاجة نظلم، لا لا نكين يدين سلم ضرب بديننا النداء، ماشي جدي ماشي جيدا ماشي فلان ماشي فلتان، يا أيها الذين آمنوا أوفو كي يذكري on vous a prescrit le jeûne comme on l'a prescrit à vos prédécesseurs. Peut-être seriez-vous pieux. وين يبغان الإيمان، وين يبغان التقوى، وين يبغان الخير، هذه روح هذه يظن أكن يربح الدنيا واليرمد يربح الآخرة، ويتكرم أول الشيطان، ويتكرم أول وعفوريس، ويتكرم أول المكسيديس، هذه يظن سليسبري، هذه يظن سلتشار، هذه يظن سهوليس، هذه يظن المخيس، ويتوزو مارس وعبوديس، ويتوزو مارس وعبوديس يا عباد الله. والخدمة النداء يوجد شمون يوجد كيف الدخان يوجد كيف الشراب عيد بالعار سلنا الأمة الإسلام يفكينا بربي أنكار يفكيه الدرس ديانا سمي دلول يفكيه الدرس ديانا أخويا حميد إلاق العدل المؤمن العدل سلم ديان الكورة ينسدس ديان يا ربي سبحانه عز وجل. أشاسيني ربي يوم القيامة نادي يسيد مرني شركان أبو عبد الحق هذه السمحة ذي دهمان غد الوقت هذا كين يغتن مرتم قرات في إنك يجين إذا غد النيض في المغلية جينك ويعني أكد ذا شكا إذا غد تفهم في رمضان الكريم ذا غني نغسيني غيه ما محمد دي قلنا كذي ذي السيدسين بارك الله فيك محمد فيني إذا غد بويض وقاذ إذا غد تولين ثيقا إذا غد تولين ذا ونديني أسل الحد إن شاء الله ذا النوفة ثي سنات النوفا يجي نغتاج ضيط قيم سيدنا وكا كل سمانة لحد أكد ثلاثة إن شاء الله سير ربا أر الخمسة سير سني تجيح كون ديل هنا أندى مثلا أكن مثلا